ما دليل الفوقية من الكتاب؟ تقدم معنا بأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، اسمه العلي واسمه الأعلى، وهو الكبير المتعال. وعلو الله المطلق فهو عالم بذاته وعالم بصفاته وعالم بقهره على أو لجميع مخلوقاته. علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر للمخلوقات. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا، حتى بعض العلم قال أنها تتجاوز 1000 دليل، وهي منوعة ومكررة، منوعة ومكررة. وفرق بين التنويع والتكرار. فمنوعة يعني في أدلة، مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا نوع. مثلا أأمنتم من في السماء، هذا نوع. مثلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا نوع. مثلا أنه جل وعلا العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، هذا نوع. مثلا إليه يصعد الكلم الطيب، هذا نوع. تعرج الملائكة والروح إليه، العروج إلى الأعلى، هذا نوع. يقول الله في حق عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا نوع. هذه اسمها أنواع، الاستواء وفي السماء وفوق خلقه، هذه أنواع. وهذه الأنواع مكررة، يعني مثلا ذكر الاستواء في كتاب الله، ذكر الله في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى قال مرة، و6 مرات قال ثم استوى على العرش. أأمنتم من في السماء قال في آيتين متتاليتين في سورة الملك، أأمنتم من في السماء. مثلا انزال الكتاب آيات كثيرة بالعشرات، إنه إنا أنزلناه في ليلة القدر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، صح، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا تكرار للتنزيل. كذلك تكرار مثلا أنه جل وعلا فوق خلقه، وهو القار فوق عباده، يخاف رب من فوقهم. وهكذا هي الأدلة مكررة متنوعة ومكررة، تبهتم؟ مع تكرارها، تنويعها وتكرارها تتجاوز 1000 دليل. فالأدلة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل وفوقيته، وأنه جل وعلا يعني مستوى على عرشه، دليل أدلة كثيرة جدا. وذاك الشيخ يقول الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، هذا يعني بالتعبير للكثرة، ها؟ وإلا الأدلة هذه ممكن تعد وتحصى، ولا لا؟ ممكن تعد وتحصى، قصها الواحد الكتاب والسنة فيستطيع أن يعدها وأن يحصيها. لكن الله عز وجل يقول عن نعمه الكثيرة، قال وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، صحيح. أما الأدلة هذه ممكن عدها وإحصاؤها. المهم هذا التعبير يعبر به عن الكثرة. يقول فمن هذه الأسماء وما في معناها، منها أنه جل وعلا اسمه الأعلى واسمه العلي واسمه الجبار. الجبار من معانيه العالي، وقال نخلة جبار يعني عالية. فالله جل وعلا له أسماء تدل على علوه. قال ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، يعني أراد في 7 مواضع يعني ذكر الاستواء في 7 مواضع، وليس الرحمن على العرش استوى بهذا اللفظ في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى في آية واحدة فقط، لكن ثم استوى على العرش، ثم استوى العرش، هذا إيش في 6 مواضع. فمجموع ذكر الاستواء كم؟ في 7 مواضع من القرآن. قالوا منها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إضافي آيتين. وتقدم معنا مرارا أيضا أن الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع. وأمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو، فالسماء معناها العلو، كما يقول الله عز وجل عن السحاب الذي عن السحاب سماه سماء، ها، يقول أنزلنا من السماء ماء، أي من السحاب، لأنه عالي سماه، سمى السحاب ماء إيش سماء. فالسبع السماوات تسمى سماء، والعلو اسمه سماء أيضا. فقول جل وعلا أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو. وممكن في تفسير آخر أمنتم من في السماء يعني أمنتم من على السماء. فالسماء إما أن تفسر بالعلو فيكون أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو، أو السماء تفسر بالسبع السماوات، الأجرام السماوية العظيمة المخلوقة في 6 أيام التي قال جل وعلا رفع السماوات بغير عمد ترونها، فيكون أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من
على السماء، ففي بمعنى على. إذن إما في بمعنى في والسماء يعني العلو، أأمنتم من في العلو، أو في بمعنى على والمعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، وكلا المعنيين صحيح. لكن ليس المراد ما يفهمه أهل البدع وينكرون علو الله عز وجل بسبب فهمهم، يظنون أن في السماء في للظرفية والسماء ظرف لله والله في السماء. كلا، ربنا جل وعلا ليس في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله، بل هو جل وعلا مستوى على عرشه يا إخوان بائن من خلقه. فما قال أحد من أهل السنة أن في السماء يعني السماء ظرف لله والله فيه، كما نحن الآن في المجلس، المجلس ظرف لنا ونحن فيه، فالله ليس في السماء بمعنى أن السماء ظرف له وهو فيها. كلا، الله جل وعلا ليس في أي شيء مخلوقات، لا في السماء، ها، لا السماء ظرف لله ولا الأرض ولا العرش ولا شيء، بالله جل وعلا خالق فوق كل مخلوقات، وكل مخلوقات مخلوقة وهي دونه، فهو مستوى على عرش بائن من خلقه. قالوا منها قول تعالى يخافون ربهم من فوقهم، من هؤلاء؟ يعني الملائكة، هذا في السياق ذكر الملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم، وأثبات الفوقية لله عز وجل. وفي آية أخرى قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. طبعا هذا البدع يكون فوق عباده يعني علو قهر ليس علو ذات، والصحيح بأن العلو مطلق لله عز وجل، والفوقية مطلقة لله عز وجل، فهو فوق عباده بذاته، وهو فوق عباده في صفاته فوق عباده، كل مخلوقات دون الله في الصفات، وفوق عباده في القهر لجميع المخلوقات. فمن فسره بمعنى القاصر فقد أبطأ. الواجب أن نفسر صفات الله عز وجل إيش؟ بالكمال المطلق يعني الكامل. فالكمال المطلق أن نقول لله الفوقية بذاته، وفوقية بصفاته على مخلوقاته، وفوقية إيش؟ بالقهر لجميع المخلوقات. يقول جل وعلا ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، الصعود من أسفل على، إذا إليه يصعد جل وعلا، والعمل الصالح يرفعه، يعني والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ها، الكلم الطيب يعني الكلام الذي يتعبد به الله عز وجل كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والدعاء، والعمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب إلى الله. فكونه إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه إلى الله، هذا كله دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود إلى أعلى، وإذاك سمي صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إيش؟ المعراج. والمعراج الآلة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدابة التي عرج به بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى السماوات العلى إلى الله عز وجل، صح؟ طيب، وقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقد رفع الله عز وجل عيسى إليه جل وعلا. كذلك أدلة كثيرة، منها مثلا إنزال الكتاب، هذا مكرر كثير، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فكل ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكلام الله أنزل منه، إذن هو جل وعلا في العلو. والأدلة كثيرة كما ذكر الشيخ.